لأن حاليا المنطقة هي فنيتين جديد، وقت على بعد كيلومتر ونص ونصف إلى 2 كيلومتر من منطقة ميناظور. هذه التجزئة تسمى الخزامة، بدنا داك الشيء عامين تقريبا زكامي. شيرين جميع المرافق، إذا ثاني تينا مختارين ميناظور ندوان دي حاليا. المنطقة هي تسمى منطقة بدز حديثة التكوين. إذا نايتين مجموعة من الأراضي الصالحة للبناء سواء جهة السنغسان